تحت رعاية سمو الشيخة العنود بنت محمد بن سلمان الخليفة حرم وزير شؤون الديوان الملكي، انطلقت النسخة 36 من مهرجان طبق الخير تحت شعار الوفاء يجمعنا، وذلك بمشاركة أكثر من 30 فعالية مجتمعية، ما يجعل هذه النسخة الأكبر في تاريخ المهرجان. افتتحت سمو الشيخ العنود بنت محمد بن سلمان آل خليفة حرم وزير شؤون الديوان الملكي سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة النسخة 36 من مهرجان طبق الخير، والذي انطلق هذا العام تحت شعار الوفاء يجمعنا. وقد أكدت سموها أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو الداعم الأول لمسيرة الخير والعطاء في مملكة البحرين. هذه المسيرة التي وضعت المملكة على خريطة العالم في مجال العمل الإنساني والتطوعي. كما أعربت سموها عن الجهود الكبيرة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم الجهد الإنساني وحشد الطاقات بطرق مؤسسية فاعلة وتطوير إدارة هذا العمل التطوعي بصورة ملحوظة. كما نوهت سموها بالدور الرائد لجمعية رعاية الطفل والأمومة في العمل الإنساني وبالجهود المميزة التي بذلتها الجمعية في مجال التعليم. نحتفل بطبق الخير وعلى مدى 36 سنة برعاية كريمة من سمو الشيخ العنود بنت محمد آل خليفة. شعار السنة الوفاء يجمعنا، واليوم احنا وفاء لشخصيات كرست حياتها وأسست وأنجزت كثير من المؤسسات هم في الذاكرة. الله يرحمها الوالدة الشيخة لولو بنت محمد الخليفة، السيدة الفاضلة سلوى العمران، ومن يكمل مسيرتهم حاليا السيدة محفوظة الزياني تواصل الدرب معنا. اليوم تشوفين عدد المشاركين ما شاء الله من جميع الأسر، وليس على الحصر أني أذكر جميع اللي ساهموا في دعم الجمعية وفي مسيرتها من الجيل اللي حب أنه يدعم أخذ مبادرة أنه يساهم اليوم في ذكرى لشخصيات مثل ما قلت لك أسست وكرست حياتها في وقت اللي كان العمل يتطلب الإدارة والمحاسبة، وشفناهم يقومون بنفسهم بهذه الأعمال. أشكر مبادرة الأهالي اللي قدموا جميع هالأطباق اليوم وحضورهم، وأشكر مبادرة سمو الشيخ العنود بدعمها ومواصلة مسيرة والدتها الله يرحمها. احنا في مهرجان الوفاء يجمعنا، مهرجان طبق الخير، نظمته جمعية رعاية الطفل والأمومة، وهذه كانت الجمعية هي السباقة لهذه النوع من الفعاليات اللي تجمع شعب البحرين جيل ورا جيل في عمل الخير. أنا من نفسي فتحت عيني شفت الوالدة تشارك في طبق الخير ومشيت على خطاها، واليوم بنتي كذلك معاي، وإن شاء الله دائما البحرين بخير جيل ورا جيل، كلنا مجموعين حول الخير وحول أن ندعم بعضنا بعض. أنا جيت هني اليوم علشان أساعد في عمل الخير وأبي أسوي كل عمري. مهرجان الوفاء يجمعنا انطلق اليوم بحضور كريمات العائلة المالكة وعدد من الفعاليات المجتمعية، ليكون دلالة واضحة على حرص سيدات البحرين على استمرارية دعم هذه الفعالية السنوية والارتقاء بها، خصوصا وإنه شعار هذا العام الوفاء والامتنان لكل من كان لهن دور في إقامته واستمراره، واللمسات التي وضعتها الأيادي الخيرة والكريمة لدعم هذا المشروع الرائد في الجمعية. طبعا من ديننا الإسلامي وشريعتنا وعاداتنا تعلمنا المساهمة في عمل الخير، وهذا صار جزء من هويتنا، ولله الحمد اليوم من 36 سنة جمعية رعاية الطفل والأمومة مستمرة سنويا في عمل طبق الخير، وهذا شيء ما يدل على الرعاية الكريمة من رئيسة الجمعية الشيخة هند بن سلمان، من قبلها كانت والدتها الشيخة لولو، والدعم مستمر، وإن شاء الله بفضل الناس ومساهمتهم في حب الخير بيتم عمل الخير متواصل سنوياً.
في البداية أقدم كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الفعالية بجمعية رعاية الطفل والأمومة، وهذا دليل على حبهم لهذه المشاركة التي دائما يكون يريعها لصالح الأسر الفقيرة والمتعففة. تبع الخير طبعا حاجة جميلة إن كل واحد يتبرع بطبق وحاجة من بيته أو أي حاجة يعني كده، فشيء جميل طبعا، والدعم الأسر المحتاجة يعني. طبق الخير هذا العام شهد أكبر مشاركة منذ انطلاقته، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 30 مشاركة من الفعاليات المجتمعية، حيث يعد من أكبر فعاليات جمعية رعاية الطفل والأمومة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.